ويجزز اميره دي كانت اميره دي والله العظيم مبدئيا اول ما نزلها ذا امونت اوف برايد اي هاد حسيت ان انا اللي منزلها حسيت ان عشان زي ما بقولك انا اللي هو بسمعك مدري قوي 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 وبحب مزيكتك والديسكوجرافي فيك مدري جدا فلما لقيت الاغنيه نازله اش ويجز وسمعتها اول ليتلي لاين اول بار ايه يا اميره قلت بس هادي عشان ويجز كان بيعمل نازل بخت بالظبط والبخت كانت اول مره تسمع ويجز وهو اللي هو فونربل وبتاعه بحبك وبموت فيك ونفسي فيك والباك كانت خطيره فاميره وبالطريقه اللي هو غناها بيها اصلا الكلام ايه يا ابني انت عارف ان انا ابويا بيسمع اميره اقسم بالله والله العظيم اللي هو ابويا لما بيسمع بيحس ابويا برضه بيسمع لو بيفكر في امي بقى وبتاع حوار بقى قصه حب يا ابني خطيره لا انا بصراحه انا ويجز انا بحب ويجز حاول انت اتحفن انا ويجز اتكلمنا على it was on Instagram من قبلها بشوية قبلها بكام شهر يعني كده اتكلمنا وبعت لي واحنا يعني احنا اتكلمنا شوية قبلها وبعدين كنت راجع مصر فقلت له انا لازم نازل قريب فيلا يلا نجرب حاجة وكده ورحت الاستوديو رحت الاستوديو معاه وكان it came organically يعني هو كان بيسمعني كان بيسمعني حاجات وابتدى يسمعني افكار وكده وكنت اللي هو كنت كانت عجباني قوي يعني كانت عمل هو سمعني اتنين منهم واحده من الاثنين كانت الفوكال بتاع اميره على حاجه تانية كانت على بيت يعني مختلف خالص بيت مختلف خالص ف اللي بيضحك بقى في الموضوع ان انا الاثنين كانوا عجباني بس التانية الفكره الثانيه اللي هي مش اميره كانت اللي هو اوكي عايز اجرب حاجه عليها was it more poppy كانت هاديه برضو شويه بس الثانيه كانت يعني انا قلت هجرب الثانيه الاول فجربت خدت الفوكلز الاثنين وتاني يوم بقى صحيت على طول اشتغلت على اول واحده بعدين زهقت يعني زهقت منها عشان كنت حاسس ان انا مش عارف اطلع حاجه منها فروحت خدت اميره وقلت اجرب قلت اجرب عليها بقى وعملت عليها والله العظيم تاني يوم بقى وبعديها بيومين ولا حاجه يعني كلمت تاني قلت يلا تعالى يلا بقى عايز اسمعك اللي انا عملته يعني كنت مبسوط قوي عجبته او من اول لسن عجبته قوي و it was يعني خلاص اللي احنا في الثلاث ايام كانت يعني and this is what I love when it comes organic when it's just organic when الاثنين بقى فيه synergy وكله اللي هو كله organic ما فيش فاهم اللي هو back and forth كتير يعني بعدين بقى عملنا كان فيه بقى mixing والتسجيل والrecording الحاجات يعني انه نسجل تاني وحاجات كده ف it's بس ال creative process نفسه كان عاجبني قوي هو ويجز he's extremely smart فانا بشوف انه في المزيكا بشوف انه he's very smart و how he حتى كل أغنية فاهم مش diversity جدا يعني أنا بالنسبة لي يعني أنت عارف كنت بتقول دريك مثلا أنا بشوف إن دريك برضو يعني دريك لما عمل honestly never mind يعني مختلف تماما حد النهاردة مقتنع إنه honestly never mind top 5 أنا كمان I would argue and say top 3 أيوة يعني أنا بالنسبة لي take care if you're reading this honestly never mind بصراحة يعني it's insane وبعد كده نزل hair loss يعني honestly never mind نزل عشان أفكر فهو كان نزل وأنا في إسبانيا نزل جولاي السنة اللي فاتت أو أغسطس السنة اللي فاتت نزل ديسمبر هو 21 كولاب ألبوم هيرلوس زيرو سكيبس طخ 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 داخل من الأول ريتش فليكس على سبين باوت يو يخرب بيت I love the variety واللي بالنسبة لي بجد 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 بالنسبة لي عشان كده ويجز واحد تمي هو توب أرتيست في مصر لو سمعت هيرج ديسكو مصر طبعا لو سمعت ديسكو مصر كيفي كده هو وشريف مصطفى شريف وسمعت أميرة وسمعت 21 بالظبط إيه كله ايه يا صاحبي في بالظبط هو واحده اللي هو بوبي احنا كلنا بالظبط فاهم قصدي وبعد كده الثانيه انت ويجز ان هيز فيلز موت وانت المزيكا خطيره عليها والساكس وبتاع وبعد كده 21 اللي هو انا داخل للمجال ده ههنكم كلكم اللي هو المجال ده بتاعي لسه عنده 21 سنه لو انت مجنون مش عادي ما هو عشان كده انا بشوف انه فعلا هيز انكريدبل يعني انه كل حاجه حتى كل انه فعلا الدايفرسيتي دي اهم حاجه انك
انك تعمل كذا حاجه وايل كيبينج برضو يور ساوند, بس انت في نفس الوقت انت بتدي يعني بتعمل حاجات مختلفه كده وبتعرف تطلع شويه من ال من ال من بوكس معينه. انا بالنسبه لي ده زي اللي احنا كنا بنقوله في الاول, فاهم؟ وانت كومبلمنتد الصوت بشكل غير عادي. انا كنت خايف شويه ما يكونش يعني ان انا ما اقدرش اطلع الحاجه عشان برضو يعني كفوكلز اللي هو انه دي اغنيه فاهم فيها فوكلز قوي او انه يكون فيها صوت حاجه جدا بالظبط ان الفوكلز تكون واضحه قوي, فكنت خايف اللي هو انا ازاي هتكومبلمنت. بس بسط يعني أنا ما سمعتها لصحابي قبل ما يعني اللي هو كان كله بيقول والله العظيم لا it's the perfect it's a balance, فاهم؟ مفيش اي بالظبط مفيش اي حاجه بتوفر على اي حاجه تانية. يعني انا مفيش فجاه في النص حسيت ان دي اغنيه ويجز بس, مفيش فجاه في النص حسيت ان دي اغنيه كان بس it was عشان especially كمان في الكورس وبعد لما بيخلص انت في حته كام تاني حته كامله اللي هو العزف والسيكا ترجع تاني. لا 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 بقول لك ايه والله العظيم مش بهرج, دي كانت واحده من الاغاني اللي انا حسيت هو او لايك ذس از اكستريملي ويل ديزيرفد حبيبي والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. لا ابسطت قوي انه من انه الناس عجبتها يعني انه كان توز ا نايت. انا برضو عشان البخت مثلا كانت اغنيه بحبها قوي اصلا. انا البخت خد تقريبا نمبر 1 في سبوتيفاي رابت بتاعي ده 2021 صح؟ اه هي نزلت 21 كانت التوب بتاعتي في لا البخت كانت خطيره. واي فيل لايك بصراحه انا حاسس ان انت مع اميره واحنا عامه احنا كناس بقى بيسمعوا مزيكا قدرنا نشوف ويجز بشكل مختلف خالص خالص عشان البخت كان زي ما كنت بقولك اللي هو it was the first touch of اوكي هو مش بس بيطلع يغني اللي هو انا جامد فشخ انا عشان الرابسين كله كده انا اجمد انا هينك انا هفشخ الرابسين فاهم قصدي؟ سواء اول مره تحس ان حد من الرابسين يطلع يتكلم اللي هو مان انا بحبها وبتاع ومش عارف ايه ايموشنال اكتر سبيشلي كمان اقسم بالله مش بس الموضوع كان بالنسبه لي مجنون ان هو بيتكلم انت بجد بتحس اللي هو ده واحد بيموت في البنت دي بس هو جاي من حياه وهي جايه من حياه ومش عارفين يتقابلوا في النص بالظبط. انا برضه انا الكلام انا بصراحه كلام مرعب اول ما سمعت فاهم كنت عياط موت يا ابني اللي هو لو كان بايدي لا يمشي تمشي عليه ايه يا ابني مجنون يا ابني مرعب مرعب موت. انا حافظ اغنيه تبتيني والله حافظ كل بيت I love it.